اخواتي وحبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا دلوقتي بتعملوا تقولوا ايه ده، هي نور رايحه المدرسه ولا ايه؟ لا، شايفين الشنطه دي؟ شنطه لولي دي، شنطه ليان. واحنا دلوقتي حالا بنجهز نفسينا، ويعني خلاص ابتدينا في مرحله الخطر، ورايحين دلوقتي حالا المستشفى، هنقعد هناك لان طبعا هناك الدنيا احسن والرعايه تبقى احلى. اه، عشان نونو ومولولي. انا بقى اسمي نونو ولا مولولي، انا ما بقتش عارفه اقول ايه بقى. فهنقعد هناك، مش هنبقى لوحدينا طبعا، فقلنا لازم تبقوا معانا. فالنهارده الساعه 10 عندنا حلقه على ابلكيشن وولف، حلقه بقى من العرض التقيل. خلاص احنا هنكلمكم واحنا في المستشفى. اللي هيحضر الحلقه دي والله هضربه، هيفوتوا كتير. ده لسه هيفوتوا كتير، لان كمان شوفوا الاستوري اللي جاي انا عامل لكم ايه. فالنهارده الساعه 10 كل الناس تدوس على اللينك ده، هنبقى معاكم النهارده انا ونور من المستشفى. ولو انتم مش محملين ابلكيشن وولف هتدوسوا على اللينك لو مش محملين ابلكيشن وولف هتدوسوا على اللينك ده وتحملوا الابلكيشن الساعه 10.